بعد مرور قرن وأكثر على ارتكاب ما عده المؤرخون أول إبادة جماعية في القرن العشرين، اعترفت ألمانيا بمسؤوليتها عن المذابح التي تعرض لها 10,000 في ناميبيا، ووعدت برلين بتقديم مساعدات تزيد عن 1 مليار يورو لفائدة المناطق التي تعرض سكانها لتلك الفظاعات التاريخية. يتزامن ذلك مع توجه أوروبي للمصالحة مع ما يوصف بالتاريخ الاستعماري لتلك البلدان. ما زال تاريخ المذبحة محفورا هنا، وعليه شواهد كثيرة هنا في ناميبيا البلد الواقع في الغرب الإفريقي، ذكرى المقتلة التي ارتكبها المستعمرون الألمان بحق الآلاف من أبناء شعبي الهيريرو والناما ما زالت شاخصة في كل مكان. لا يعرف هؤلاء إن كانوا قادرين على مصالحة ذلك الجزء المظلم من تاريخهم، لكن يبدو أن ألمانيا المستعمرة السابقة خطى الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه. بعد 5 سنوات من التفاوض الشاق مع الحكومة الناميبية، عرفت برلين ما ارتكبته هناك بالإبادة الجماعية. طلب الألمان الصفح ووعدوا بتقديم مساعدات سخية دون أن يعني ذلك، يقول وزير الخارجية الألماني، سداد أي تعويض. ثقل هذا التاريخ لا يمكن أن يتخفف منه المستعمرون بسهولة، يصر أحفاد الضحايا. مذابح بذلك الهول لا بد أن يقابلها اعتذار رسمي واضح، والاعتذار هو ما زالت عواصم غربية عديدة تتردد كثيرا في الإقدام عليه. فإلى رواندا جاء الرئيس الفرنسي في زيارة عدت هنا تاريخية، طلب إيمانويل ماكرون بدوره الصفح عن تورط بلاده بجرائم إبادة جماعية قبل ما يزيد عن العقدين، لكنه تجنب أيضا أي اعتذار رسمي، فأي خطوة بذلك الحجم لها تكاليف وأثمان. قبل شهور حاولت فرنسا تقديم سردية جديدة لتاريخها الاستعماري في الجزائر، تحاول هناك إنهاء ما تصفه بصراع الذاكرة والنظر من زاوية أخرى إلى التاريخ. بدا ذلك هاجس دول غربية أخرى، دول حديثة تعتنق مذاهب حقوق الإنسان لكن بماض من الفظاعات. على النهج ذاته خرج رئيس الوزراء الكندي ليعتذر هو أيضا عن اعتقال أكثر من 600 إيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. هكذا يحاول الحاضر أن يطوي مآسي الماضي، لكن يسأل كثيرون، هل فعلا تلك الانتهاكات صارت من قصص الماضي أم أنها وجوه جديدة للاستعمار في بلاد كثيرة؟